الممثل المعتزل طبعا والكاتب الحاضر الدكتور عبد المحسن الشود، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييك ويسلمك، والحقيقة أنا أشرف وأود أن أسجل إعجابي يعني بطريقتك في اللقاءات، يعني أنت تدع يعني للضيف أن يتحدث من تلقاء نفسه وبهدوء واطمئنان دون مداخلات أو فذلكة أو دون أن تقتات على الضيف كما يفعل البعض هدانا الله وإياهم، يعني أو يحاول أن يقاطع. وأنا معجب الكثير حقيقة من زملائي وأصدقائي، يعني وهذا من الأسباب التي حببت لي لقاءك. هذا يعني هذه شهادة أعتز فيها حقيقة، وشكرا لكلامك اللطيف، إن شاء الله أن يعني نستحقه. أبو محمد، أول أسئلتنا وينك؟ عاد غياب طويل وعلامات استفهام كثيرة. والله يا أبو سعود أستاذ محمد، أنا الآن حياتي مقتصرة على يعني البيت وعلى النادي الرياضي وعلى القراءة ومتابعة الإعلامية، وعندي عمل في القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعض الأنشطة، لكني بعيد عن لقاءات الإخوة والأحباب والأصدقاء يعني اللي عشت معهم في الصحافة أو في الداخلية أو في يعني في العمل، ومالي الآن ارتباطات في استراحات أو علاقات، يعني علاقات محدودة جداً يعني من البيت للنادي اكتفيت بي. طيب خليني شوي أرجع معاك للذكريات أو الطفولة، الولادة، النشأة. أنا طبعا ولدت في حي شميسي في القرنين في وسط الرياض في مطلع الستينات الميلادية 1379-1380. والدي كان عمره آنذاك تقريبا 61-63 سنة، ووالدتي تصغره يمكن 25 عاما. طبعا لإخوانه من الأب إبراهيم وصالح الله يرحمهم والدي ووالدتي، ولي اثنين إخوة أشقاء اللي هم ناصر ورشود، ولي أخوات من الأب. فنشأت في حارة الشميسي ودرست في الابتدائي في مدرسة أم مسلم الابتدائية، يعني من عام 1380 ولدت 80، بدأت 86 وانتهيت من الابتدائية 91، لم أتأخر ولا عام، وكنت من الطلبة المبرزين الأوائل يعني. وكنا نعيش في شميس في القرينين في الأحياء البسيطة، طبعا البيوت صغيرة، فكانت حياة تذكرها لازلت يعني طبعا، لأنه أصلا ما نعيش في البيوت، البيوت صغيرة جدا يعني، حتى الأثرياء بيوتهم ما لذلك الأطفال يلعبون في الشارع ويدخلون عند جيرانهم وإذا طالع وإذا داخل يلعبون كرة قدم مع بعض ويلعبون، وحتى يعني في الليل الإضاءات خفيفة يعني ما تجي الساعة 10 إلا كنا في بيته نشوف مسلسلات بولنزا ومسلسلات حراس الغاب وجحيم المعركة وأغاني طلال مداح ذيك الأيام. عاد أنت معجب بطلال مداح؟ من معجبين طلال محبين والله طلال مداح. أنا يعني وجهة نظري، أنا يعني قد أكون يعني قاسي في هذه العبارة، لكن أتكلم عن نفسي وذوقي. أنا لا ليس هناك مطرب سعودي يستطيع أن يهز مشاعري أو يجعل يعني عيني تدمع مثل طلال مداح. الله يرحمه. الله يرحمه. وأعتذر يعني لا بالعكس، هذا شيء طبيعي يا أخي، الواحد على سجيته تلقائيته الله يرحمه كان مؤثر فيه. وأنا كتبت عن المقال ونشر خالد المالك في عند وفاته الذي أطرب في زمان الصمت، يعني قال كامل عنه يعني. الله يرحمه. أبو محمد، الأسرة من الدرعية. نعم. إحنا والدك الله يرحمه يعني الأسرة محافظة جدا، الوالد كان يعمل في الهيئة. نعم، احنا كنا في الدرعية وسكن الرياض عام 1374 هجري اللي هو 54 ميلادي، وكان جاء للرياض على اساس انه كان هو رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة شميسي وام سليم، واخوي ابراهيم كان يعمل معه، ولا اخوي الشيخ صالح كان استاذ في كلية الشريعة، فكان هؤلاء انتقلوا للرياض، سكننا في الرياض في بيت كبير كلهم مع بعض. أيوة. في البداية طبعا في الشارع اللي أخذ طريق الملك فهد هذا، وبعدين انتقلنا للقرين في حي مش بعيد يعني. يعني العائلة جدا محافظة يعني مثل ما قلت لك في الهيئة، وكان الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ يعزمه الوالد يعني في البيت الله يغفر له. كنت مع الوالد، وتذكر الوالد لما يقوم ببعض أعمال
الهيئة مثلا؟ نعم أذكر أنه يذهب لبعض البيوت يوصيهم بوصايا معينة. أنا أروح مع أخوي إبراهيم في شارع شميس الجديد هذا اللي ينزل من مستشفى الرياض المركزي إلين يصل إلى حدود شارع الوزير، يمشي وكان يضع بشته في بطنه ويقول الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله، ويغلقون. وكان يعني كانت الهيئة يسمونه من النواب ببساطة وتلقائية وحب، يعني ما كان فيه نوع من التنمر أو شيء من هذا، وكان يبتسم لهذا ويبتسم لي. كانت الحياة سهلة بسيطة، سهلة والتعامل كان يعني فيه لطف. نعم وكانوا يغلقون يطيعونه وتمشي الأمور بتلقائية ويؤدي دوره دون يعني تدخل في الآخر. بعض الأحيان نمشي والدكان ما بعد سكر. يعني درست هنا في المعهد العلمي؟ لا، في الابتدائي في المسلي في ابتدائي، وبعدين المعهد العلمي في البطحة. كنت أروح بسيكل من عند الساعة، من عند شارع الثميري، أطلع بالسيكل من شميسي على شميسي القديم، على الساعة، على الديرة، على الساعة، وبعدين من عند الوسيطة لين أروح بالسيكل لين جيت ثالثة ثانوي شرالي بوي سيارة مازدا 1995. تستاهل، تذكرها للحين. 75 أذكرها. نعم. طيب، التوجه للإذاعة في عام 78 ميلادي، يعني كيف وتوجه للتمثيل تحديدا بدأت كيف يعني بدأت الفكرة، رغم أنه يعني الوالد كان في الهيئة مثل ما تفضلت رئيس هيئة، الأخوان كانوا أيضا. سؤال مهم. هو الحقيقة أنا يعني تعرف في المسرح المعهد وفي الجامعة برضو، في الجامعة يعني اشتغلنا في الجامعة، في جامعة الإمام فيها مسرح لكن باللغة العربية وبالشعر وكذا، ما فيه طبعا موسيقى نهائيا. لكن في الإذاعة نصحني والله أحد الزملاء نسيت اسمه، قال لي يا أخي ليش ما تروح الإذاعة، وأنا أبغى دخل مادي. يعني الإذاعة وقتها كان طيب الدخول مادي. رح عملوا لي تجربة بسيطة، عمل لي عبد الرحمن الشعلان، إبراهيم الذهبي، والله ما أدري من معهم، وفي نفس العوين دخل معي كمذيع، أنا دخلت كممثل لأني ما أبغى أصير مذيع رسمي، عارف أني ما راح أستمر في وزارة الإعلام، فقلت أنا أبغى متعاون وخلوني أمثل باللغة العربية وكذا، عشان ما متى ما بغيت أطلع أطلع. فما كان في ذهني أستمر في وزارة الإعلام from the beginning يعني. فعطوني برنامج، وجدوا اللغة العربية جاهزة، أبو إبراهيم الذهبي الله يرحمه، ماجد الشبل كان موجود أنا ذاك، وغالب كامل، فكان إبراهيم الذهبي والله العظيم أنه يقول يا أخي إن اختبرناك وجد أنك سيبوي في اللغة العربية، وكتبنا لمحمد عبد اليماني وقفزت من كومبارس إلى درجة أولى، لم أمر ما مريت بالكومبارس، عطوني عادية، وبعد سنة عطوني الدرجة الأولى. كيف تميزت باللغة العربية يعني في ذاك الوقت؟ والله سؤال مهم. أنا في المعهد كانوا يعطوني برنامج أو قدمه وأنا في الكفاءة أولى ثانوي اسمها رسالة الإذاعة، أرجع لكتب طه حسين وكتب العقاد ويعني الكتب الكامل، المبرد والعقد الفريد والفرج الأصباني، وأجمع من هنا. وتعرف طالب يعني أختار من هذه الكلمة وهذا موضوع الحلقة ووزعها وألقيها في المعهد العلمي. المعهد العلمي مكن فيه مبنى صغير في المعهد العلمي اللي في البطحة، وقدم يسمعونك الأساتذة من غرفة الأساتذة. وكنت أسعى إلى أني كان معنا الشيخ عبد العزيز العسكر، كان هو المسؤول عن الإذاعة في ذلك الوقت. وتعرف الواحد في بداية حياته يعني يأخذ يمتص المعلومة اللي عدلك باللغة ويرفع انصب اجزم يعني، وبعدين أعرف القواعد اللي كنا ندرسها البدل تميزت فيها. فخرجت من المعهد اللغة العربية غير مسرحية الحجاج بن يوسف، مثلتها وأنا في ثالثة ثانوي في المعهد العلمي، ومثلت المتنبي، وكثير من أشعارها لازلت أحفظها من ذلك الوقت. والجامعة برضو استمرينا في الجامعة في مبنى كلية الشريعة في مسرح كبير جاهز ممتاز رائع. فنصحت أني أروح الإذاعة. بعدين مش مثلت في الإذاعة؟ الإذاعة والله مثلت دور ملك عبد العزيز بطولة مطلقة أخرجها مهدي يانس، هذه من العلامات المهمة. ولا طبعا أنا جلست في الإذاعة فترة، الملك عبد العزيز في قصة سيرة حياة بطل أو شيء من أخراج إعداد وإخراج مهدي يانس، مثلت دور عبد الرحمن الناصر، بطولات في إثنان موقف كان فواز عيد يكتبها الله يرحمه، وكنت أقدم أعلام الإسلام كان يسوي زكريا شمس الدين، سهرة الشهر كان معنا الأستاذ سبا بهبري يشارك معنا في تقديم سهرة الشهر وأعلام الإسلام،
وفيه برامج باللغة العربية، لكن شعبي أنا ما اشتغلت شعبي مرة، ما كنت رافض. وأحببت اللغة العربية، هذا بالإضافة إلى بعض الأعمال اللي مسلسلات باللغة العربية، يعني فيها تاريخ وفيها شعر وفيها أداء، فكنت أستمتع بالإذاعة كثير. وخلاص التلفزيون ما عاد أقدر، من يوم ما دخلت الداخلية خلاص ما عاد. قبل الداخلية أنت رحت للتلفزيون عملت فيه إيش أو جمعية أول شيء؟ إيه اللي دعاني على إبراهيم. إيه علي إبراهيم الله يسلمه اسمع لي في الإذاعة، وقال يا أخي عندنا مسرحية سقوط الحساب في رمضان عام 99 العرض، وقبلها فترة شهر يمكن جلسنا بروفات وفي مبنى قاعة وزارة المعارف اللي عند برج الرياض الآن، واشتغلنا شهر كامل طبعا من سقوط الحساب مع أبو بكر الشدي وعلي إبراهيم وطويان ومجموعة، فنجحت في دور عمرو بن سعدة الدور اليهودي في غزوة الخندق الذي ينصح المسلمين ويقول لهم يعني لا يعني تحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكم لن تنجحوا بأي حال من الأحوال. طبعا لم يستمعوا إلى كلامه، وبعد هذه جت الكرمانية فمثلت فيها أنا وبكر الشدي برضو، كان أول عمل لناصر القصبي و خالد سامي وبشير غني، أول مرة يشاركون في هذه المسرحية، فكانت هي آخر مسرحية لي الحقيقة. ولما نجحنا في طبعا في المسرحيات الأولى جانا عروض تلفزيون في اليونان مع محمود سعيد عبد المجيد، مثلت خارجيا يعني. أنا وبكر الشدي مع محمود سعيد وعبد المجيد مجدوب وليلى كرم ومجموعة، وأنا كنت ما بعد تخرجت لسه في الجامعة، لسه في الجامعة رابعة جامعة. فلما عرضت الأعمال على التلفزيون اختلف الوضع عند الأسرة كومبليتلي. قالوا أذكر أخوي صالح يقول يا أخوي أنت ولا في فرنسا وينك عايش؟ كان منور إذاعة ومزرعة وشافوا ذا التلفزيون وذا يعني شغل ومحترفين. كان غسان جبري اللي أخرجه حق وضحه وبن عجلان، فطلب مني بشكل نهائي أن يتوقف بالإضافة للداخلية، وطلب مني أن أعلن اعتذاري. يعني اعتذارك ولا اعتزالك؟ اعتزالي. اعتزالي في الجريدة، جريدة الرياضة عام 402 بالضبط زي ما قلت لك، مؤرخ وأنا ظاهر أرسلت لك نسخة موجودة. فكانت النهاية مع 402 على المستوى المرئي. الإذاعة من وقت لآخر يمكن أمر الإذاعة أشتاق للغة العربية ولكن تعرف الإنسان أنا في تصوري لا يجب أن يكون أناني، يعني مدام الأسرة ما تبغى والأهل بيتضايقون وعملك كذلك اللي مصدر رزقك بيتضايقون وإن شاء الله حل. بالإضافة إلى ذلك الوقت تعرف الصحوة كانت على أشدها ولم يكن فيه إغراءات كبرى يعني أشوفها أنا يعني أنها بتقدم بتضيف لك في العمل الفني، والحمد لله وحصلت على إغراءات الماجستير والدكتوراه من المسؤولين الله يحفظهم وطول في أعمارهم في الداخلية آنذاك وإلى الآن، يعني أبعثوني ماجستير في لوس أنجلوس من اليوسي إنفرسيتي سادر كاليفورنيا اللي تخرج من غازي القصيبي، والبي إتش دي كملتها من UCL إنفرسيتي كولج لندن اللي تخرج من غازي القصيبي. فاتجهت إلى الصحف بعدين قبل الصحافة. يعني هذا القرار ما ندمت عليه، ترك الفن أو الاعتزال؟ لا 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 ما ندمت إطلاقا، لأنه يعني رضا الوالدين مهم جدا. أني أزعل والديني وإخوتي وأحبابي، وأنا ما أشوف بديل، يعني ما في بديل يعني ما كان يشجع موضوع الفن يعني في ذاك الوقت؟ لا كان يشجع إطلاقا، كانوا معظم اللي يعملون خارج المملكة يسافرون، والظروف المادية ما كانت بمثل بالملايين الآن. كان يا الله يجيك مبلغ بسيط وتغيب عن أهلك وعن عملك، وكثير من الزملاء عرف أوضاعهم يعني الحقيقة يعني يئنون يعني من جيلي، لأنه ما عندهم وظائف ثابتة تدر عليهم. لذلك أنا اقترح على وزارة الثقافة والموارد البشرية وزارة أنهم يعني إذا أريد للعمل الإبداعي بصفة عامة أنه يفرغ وظائف خاصة للمخرجين الفنانين والرسامين والتشكيليين والمؤثلين والكتاب إلى آخره، وظائف رسمية بحيث أنه ياخذ الواحد يستطيع أن يعيش أمام أولاده أمام أسره، خصوصا في عصر الانفتاح والرؤية
المباركة اللي نعيشها 20-30 بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمير محمد. يعني ما شاء الله يعني فتحوا أشياء إن ما كنا نحلم فيها ولا كنا نتصورها. يعني نشوف يعني العطاءات ممتدة والأبواب فتحت على وقتها ما كان فيه. لذلك أنا غير نادم إطلاقا، غير نادم، أحمد الله أني أنا طعت أهلي وطعت رؤساء تركت الفن. طيب هنا بسألك عن شغلتين يعني نختفي فيها المحور الأول. أنت في فترة الثانوية ومرحلة الثانوية شاركت مع رابطة مشجعي نادي الهلال. أحسنت. أيه. نعم. أسأل الله عليك والله أنك في منتهى الذكاء ومنتهى البحثية. نعم نعم تفضل. وفي شغلة ثانية، أنت أول بيت لك بنيته وعمرك 21. هذا صحيح. أيه. سعد الفريح الله يرحمه، أنا كنت من ضمن رابطة المشجعين في الهلال قبل ما أترك الكرة طبعا. أيه. أنا طبعا تعرف الكرة والبلوت وذي ما أدري علاقة فيها يعني. أيه. بس كنت أشجع على حكم الشباب والزملاء والمجموعة حمود الجيدي وعيال ثيم الله يذكرهم بالخير، روح النادي الهلال المبنى الناصرية القديم شارع العصارات. فسعد الفريح يحب الهلال ويجي، قالوا وش رايكم في مسرحية من إعدادها الأموات الحوادث المرور، هذا مات بطريقة معينة وإذا مات بطريقة معينة وإذا مات بطريقة خمسة إحنا الظاهر. وقلت خلاص بشارك معه، وشاركنا يعني وادخلوا جثثنا يعني حطونا في توابيت ودخلوا اخراج سعد الفريح وبين الجماهير ساقونا وحطونا خمسة على المسرح، كل واحد يقوم يقول انا مت بالطريقة الفلانية والفلانية. ايامها كانت السرعة وحادث المرور كبيرة. فهذه المسرحية اللي شاركت مع سعد الفريح واخرج لنا الله يرحمه الكرمانية يعني، واخرج سقوط الحساب لانه في مخرج سمعان العاني في المسرح لكنه ياتي للتلفزيون عشان يرتب الاخراج التلفزيوني الله يرحمك. الله يرحمه. قصه البيت وبنائك يعني هذه العصاميه اللي عندك منك شاب يعني. والله يا تعرف المعهد الجامعه تعطينا فلوس وانا يعني اشتغل في وزاره الماليه مثقب كمبيوتر ما بين 2-3 و4 يجي منها دخل برضه غير الاذاعه السقف الدرجة أولى 5000 وجريدة الرياض تركس ديري الله يرحمه كان كريم معنا في ذلك الأثناء، وحتى أذكرنا أرسلني للقاهرة وسوينا لقاءات مع توفيق الحكيم وذلك العدنة تجي فكان يجي له دخل من الرياض جريدة الرياض الله يرحمه أبو عبد الله، ويجي دخل من إذاعة الرياض كان بقيادة الأستاذ الرائع محمد المنصور الله يمسيه بالخير، ويجي لي دخل من مثقب كمبيوتر أثقب 100 أمر دفع في خلال ساعة. أيه. وبعدين يقولون رح وزارة المالية يعطونا حوالي 2800 ريال وأنا طالب غير الدخل، فجمعت لي مبلغ. ويوم تخرجنا من جامعة الملك فهد الله يرحمه كان أول سنة تصرف فيها 50,000، فجاني المبلغ هذا مع اللي أنا جامعة مع الإخوان قطوا معي شوي شريت لي أرض ممتازة وقدمنا على البنك ما أخذنا ولا شهر إلا اسمي طالع 21 أبد عمري 21 حتى قالوا ما بعد كملت يعني مشلون كانوا الناس من أول بسطاء وبنيت الفيلا والله عمري 21 ماكسيمم 22 ما شاء الله 500 متر كانت ما شاء الله. طيب ننهي محورنا الأول أبو محمد بنسمع قصيدة بصوتك تختارها يعني نسترجع معك بعض المشاهد يعني اللي أنا أذكر متنبي يعني في له قصيدة أنا ألقيتها في المسرح يقول لك يعني تعبر عن ألمه في الحياة ومعاناته، فكان يقول أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق ما لا حبرق أو ترى النمى طائر إلا انثنيت وللفؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما يحرق وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق ولكم بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق وحذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقينا وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق أرق على أرق
ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق. وأنا المتنبي الحقيقة يؤثر فيني كثير. أثر فيك فيعني في إيش يعني لاحظتك تأثرت إيش؟ إيه يقول لك عبرة تترقرق لأنه إذا كان المتنبي يعني ملك الشعر وديوان الشعر العربي يعني يقول لك أرق على أرق ومثلي يأرق وإذا من اللي مرتاح أرق على أرق ومثلي وجوا يزيد وعبرة تترقرق ليه؟ جهد الصبابة أن تكون كما أبرى عين مسهدة وقلب يخفق ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. هنا يعلن المتنبي أنه عاشق وأنه يحب الإبداع والطير يعني ترنم الطير يعني أو عندما يلوح البرق. إيش العاطفة الإنسانية الجياشة اللي عند المتنبي اللي تجعل لمح البرق أو ترنم الطائر يعني تجعله يبكي؟ وهو اللي يقول الخيل والليل والبيداء وتعرفوني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وأنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا ليعلم الجمع ممن ضم مجلس لنا بأنني خير من تسعى به قدم ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو كان أمر لا من أمركم أمم يعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام والحكم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصيم. يعني هذا الفارس العظيم يعني لمح البرق ترنم الطائر فيثبت لك أن الرجل الشجاع القوي يعني عادي أنه يعني يبكي أو ليس عيبا يعني. حين قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة والخيانة في النار. يقال العذر يصلح في كثير من المواطن، ولا يصلح العذر لغادر ولا خائن. صدقت. ومن الحمق والغفلة أن يثق الإنسان بمن عرف عنه الغدر. يذكر في الأخبار خرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى ألجأوها إلى خيمة أعرابي، فأجارها الأعرابي وجعل يطعمها ويسقيها. فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت الضبعة عليه فبقرت بطنه وهربت، فجاء ابن عمه يطلبه فوجده ملقى فتبعها حتى ظفر بها فقتلها. وأنشد يقول: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامري. أعد لها لما استجارت بيته أحاليب ألبان اللقاح الدرائري، وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكري. أحسنت. الدكتور عبد المحسن رشود، نكمل حوارنا وأثرنا فيك بعض الشجون في محورنا الأول. نتحدث الآن عن المرحلة اللي هي بعد الاعتزال وبداية عملك في وزارة الداخلية، لكنك أيضا مارست الصحافة أو استمريت في العمل الإعلامي تقريبا من خلال الصحافة الفنية وبعض مشاركاتك فيها. تحدثني عن هذه المرحلة. هو الحقيقة بعد ما عملت في الداخلية يعني المسؤولين جزاهم الله خير من ضمن الأستاذ عبد العزيز سالم اللي هو أمين عام مجلس الوزراء كان يرأسنا، وإبراهيم العواجي وإبراهيم الدود يعني أشاروا بأنه إذا كان في طاقات عند الإنسان ممكن أنك تعمل في وزارة وتكتب يعني حتى باسمك يعني في إطار يعني الثقافة والأدب والإدارة. وأعطوني دورة في معهد الإدارة على فكرة في الـ في الـ في الإعداد الإداري، دورة في اللغة الإنجليزية والعلاقات العامة. فبدأت أؤدي عملي في الداخلية وأكتب. بدأت مع جريدة الرياض واحتضني تركستيري الله يرحمه رحمة واسعة، وكان نائب رئيس تحرير جحلان وبا حسين والزملاء كثير طبعا صالح المرزوق سعيد الصويغ ومشعل الرشيد ومجموعة، والحياز ريقان كان يشارك معنا في تلك الفترة ورجل مثقف جدا ورجل نبيل يعني الحياز ريقان أبو خالد.
فبدأت أكتب يعني عن الأدب والفن، وقال لي ترك يعني ليش ما تروح للقاهرة وتعمل حوارات مع يعني أنت ما تجيب المطربين اللي عندنا، فخلنا نشوف إيش اللي عندك في القاهرة. أرسلني وقابل توفيق الحكيم في الأهرام في الدور السادس وعملت معه حوار كامل، قابلت يوسف إدريس عملت معه حوار في بيته، وقابلت عبد الرحمن الشرقاوي في الأخبار صاحب شيم الخوف، وقابلت عبل الرويني زوجة أمل دنقل، وقابلت حمدي غيث نقيب الفنانين في مصر، وقابلت يحيى حقي في صاحب رواية قنديل أم هاشم. فعملت حوارات الحقيقة، ثروة أباضة نائب رئيس اتحاد الكتاب، فخرجت بحصيلة. كان معي مصور صبحي نصيف، مع تحياتي للمصورين اللي معك يعني، فخرجت بحوار ممتاز نشر في جريدة الرياض. وبعدين قال لي تركي مدام والله أعجب بالحوارات، وكافأني مكافأة يعني خيالية في ذلك الوقت، وقال لي خلاص ركز على الحوارات مع المسؤولين. قابلت الدكتور إبراهيم العواجي وأسامة عبد الرحمن وكثير من المسؤولين، طبعا هذا قبل 38 سنة والله يعني. فاستمريت، وبعدين طلب مني أني أكتب في الجديات يعني في حديث الناس، في أوراق محرر الكلمات، وبدأت أكتب. في قابلت محمد الأمير محمد بن فهد، أول لقاء صحفي مع عام 406 في عندما تولى إمارة المنطقة الشرقية. فبدأت أكتب في يعني جريدة الرياض مع عملي في الداخلية، واستمريت حتى جت بعثة الماجستير عام 400 ونهاية 408-409، فغبت في لوس أنجلوس 409 و10 و11، جيت في نهاية 11 بعد ما انتهت أزمة الخليج وعي الماجستير، عدت للكتابة في الجزيرة. طيب قبل الجزيرة، أنت لما عدت للصحافة الفنية عملت في الصحافة الفنية فترة، وصار لديك نشاط نقدي و... نعم نشاط جميل يعني. نعم فيه وثائق هنا، وعندي وثائق أنا لاحظت يعني. نعم. أنت من أوائل الصحفيين يمكن الفنيين في ذلك الوقت. ذلك الوقت نعم. كان قبلك أحد معين ولا أنت معك هالمرحلة؟ هو الحقيقة صالح المرزوق ومشعل الرشيد كانوا هم اللي ماسكين الصفحة الفنية في جريدة الرياض، فقال لي صالح مدام أنت خلاص جاك المنع وكذا تعال معنا. ويحيى زرقان كان معنا. ويحيى زرقان. فبدأت أكتب في مع صالح مرزوق، وصالح مرزوق إنسان نبيل جدا الله يمسيه بالخير أبو هاشم، فتح الأبواب على مصراعيها. فبدأت أكتب، وهو انتقل لجريدة الجزيرة لظروف معينة، وأنا مسكت الصفحة صرت المسؤول عنها. وأذكر أن جبت استدعينا فايق عبد الجليل الله يرحمه، وعملنا حوار مباشر مع الناس يعني يكلمون ألو يعني على طول فايق موجود ويسألون ويعطون، وفرغنا ونشر. واستمريت يعني في الرياض الأسبوعي اللي كان في الرياض، وبدأت أكتب في الصحافة في الفن وفي الأدب وفي المزج بين الثقافة والأدب. تعرف أنا أحب اللغة العربية والأدب، وأحاول أني أنا يعني أربطها بما لدى شوقي ضيف توفيق الحكيم وثروة أباضة أيضا ابن خميس وعبد الله بن خميس. نعم عبد الله بن خميس أنا أذكر أني نقدت كتابه الدرعية في صفحة كاملة، ودائما يعني ما نستشهد بما لديه من الشعر واهتمامه من القائل ونشير له في لكنها الفنية توقفت المرحلة، لأن تركي قال لي يا أخي أنا أحتاجك في أمور أخرى. فنقله للأدب والمقالات الجادة. فأذكرني كتبت على حمد الجاسر عندما توقفت جريدة مجلة العربي، وبدأت أكتب في حوار حديث الناس يعني، وفي صفحة الرأي قضايا الناس وهمومهم الناس بصفة. خلاص تحولت إلى كاتب رأي. ما عوضتك هذه الفترة عن الفن، أو كنت تفكر أنها تعوضك فترة الصحافة الفنية؟ إلا والله، والله جزا الله خير أبو عبد الله تركيس ديري والأخوان الزملاء، يعني صرت يعني الشحنات الإبداعية يعني فرقها في الجريدة، واستمريت أعمل، ووزارة الداخلية تجزى خيرا من خلال مسؤولية سمو الأمير نايف الله يرحمه، والمسؤولية سمو الأمير أحمد، يعني أكتب ما أحد قال لي. إيش عملت في وزارة الداخلية؟ أنا عملت في مجلس الأمن الوطني وفترة معينة، وبعدين بعثوني ماجستير
في أمريكا. في أمريكا وخلصت الماجستير، وفيه حدث يمكن ما يمكن تدري عنه أنت ولا يعلم الكثير. عندما في أزمة الخليج أنا كنت موجود، أنا وزوجتي والله يمسيها بالخير عبير، وابني محمد كان عمره يمكن سنة سنة ونص، وبنتي نورة ثلاث. فكنا في نادي الطلبة السعوديين لي مناشط ألقي شعر وكذا، طلب منا في جريدة اسمها بيروت تايمز أن نساهم بالمغترب السعودي، لأنهم عندهم مغترب الأردني، المغترب العراقي، المغترب. فما تجاوب أحد، هذه والله حقيقة وللتاريخ. أنا قلت لو سمحت الرئيس النادي أنا أبغى صفحتين أتولاها تنشر كل يوم اثنين. فاستمرت 6 شهور وأنا أكتب عن الأزمة، عن أزمة الخليج ودافع عن بلدي طبعا. وأذكر من المقالات كتبت نكسة عام 90، وأخذ بعض من إبداعات القصيبي الشعرية، وبعض يعني تجيني الجرائد من السفارة وكذا الملحقية، ويعني كانت الصفحتين مستمرة وممتازة واستمرت إلى أن عدت للرياض. يوم عدت الرياض وجدت تكريم، خطاب شكر وشكر معنوي ومادي، لأنه أنا أذكر الملحق التعليمي الله يرحمه أحمد السلوم اتصل علي قال ترى يا عبد المحسن أنت تحط عنوانك على، أنا ساكن في مارينا دري في لوس أنجلوس، فقال ترى في خطورة عليك يعني من يعني أنصار يعني النظام العراقي وكذا. قلت والله هذا بلدي وأنا مستعد أقدم لي أنا أستطيع عليه ولا أحتاج حصانة ولا شيء. فقال خلاص أنا بلغتك، فاستمرت يعني والحمد لله ما شفت من ربي شر، فجيت وقدرت والحمد لله، وانعكس هذا على الدكتوراه. يعني لاحقا رحت أكملت الدكتوراه بعد سنتين، رجعت الجزيرة وصرت أكتب في الجزيرة، ومنها تعرفت على عبد الرحمن الرويشد اللي هو المؤرخ في الداخلية ومستشار، وطبعت الكتاب هذا خواطر من الذاكرة، أول كتاب لي من خلال مطبعة الشبل، اللي مجلة الشبل اللي هو مطبعة وطبعت هذا. استمرت 12 و13، في مطلع 414 طبعا نظام المناطق صدر 1412، جت فكرة أني أنا أكمل الدكتوراه في بريطانيا، لأن بريطانيا تأخذ المنح البحثي اللي هو يعني ريسيرش أورينتد أكثر من الكلاسات في 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 أمريكا، وهذا نظام وعمل يعني عملنا كويستينير وبحث ميداني وإلى آخره. وفرغت من 1414 إلى 1419 مطلع 20، 6 سنوات للدكتوراه في نظام المناطق والإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية. راح منها سنة ونص تقريبا بحث ميداني لمنطقة الرياض، وسموه خادم الحرمين الله يطول في عمره ويحفظه كان أمير الرياض، ووقف معي وقفة كبرى مادية ومعنوية، وأرسل لكل المحافظات والمراكز بأن عبد المحسن شو سوف يديكم، اعتمدوا التعاون معه في جميع الأسئلة اللي يحتاج إليها في خصوص البحث هذا. نعم عندما انتهيت من الدكتوراه عينت بالمرتبة 12 مدير عام تنمية المناطق، ثم طلبني وكيل وزارة شو مناطق الله يمسيه بالخير الدكتور أحمد السلاني أني أعمل مستشار معه في الوكالة حتى عام 1434 بعد وفاة الأمير نايف الله يرحمه بسنة. جتني ترقية للثالث عشر للرابع عشر كأمين مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وهي مستشار أمني لكني أمين مركز أبحاث مكافحة الجريمة اللي هو عام 36 37 38، وبعدين تقاعدت على المرتبة الرابع عشر. وأشكر يعني خادم الحرمين ووزارة الداخلية أنهم يعني سهلوا لي الحصول على مرتبة عليا مثل هذه، يعني فضل من الله. ختمت حياتي الوظيفية بالمرتبة الرابعة عشر. تستاهل دكتور. وخليني أطلب منك نختم محورنا الثاني بقصيدة بصوتك. أنا مصر أعيدك ألطف الأجواء الأجواء شوي، وأنت محب يعني للشعر، وأنا كنت ناوي أبي منك يعني مشهد يعني فيه تسترجع بعض مشاهدك من الذاكرة إذا قدرت. يعني ما أخاف يعني في مشهد سيف الدولة والمتنبي، وكان سيف الدولة غاضب على المتنبي وضربه بالدوات
أدوات الحبر على وجهه، لأنه كان فيه ابن خالويه وبعض أعدائه يعني يعني حاولوا أنهم يعني يغيرون صدر. فقال متنبي: وحر قلبه ممن قلبه شبم، ومن بحالي وجسمي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. يا عدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسر الخلق جراها ويختصم. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو كان أمرنا من أمركم أمم. يا عدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الحكم، وأنت الخصم والحكم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا ما استوت لديه الأنوار والظلم. شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وأنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من بي صمم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. دكتور عبد المحسن، لو سألتك عن رأيك بالأعمال الفنية اليوم بحكم تجربتك يعني السابقة، قدمت أعمال في الإذاعة في التلفزيون، كيف ترى الأعمال الفنية اليوم؟ وهل هي توازي الإنتاج يعني إنتاج الأعمال السابقة في يعني سواء في الإذاعة أو في التلفزيون؟ والله أنا يعني لم أعد متابع كما ينبغي، لكن أنا لما تجي المسرح والتلفزيون بالنسبة للإذاعة، لا الإذاعة توقفت، ما عاد في ذلك الإنتاج الإذاعي الرصين اللي يقدم أعمال درامية وأعمال كوميدية والتزام برامجي ثابت. الإذاعة يعني تراجعت كثير، يعني ما عاد فيه تلك الأعمال الدرامية. يعني مثلا أنا قد عملت المجاهدان عاصم والقعقاع أنا وجلال الشرقاوي بطولة مطلقة. يعني نجي ليش تراجعت في الإذاعة؟ يعني يبدو للناس ما عاد تهتم بالإذاعة، وللإذاعة يعني لم تستطع أن تقدم نفسها بشكل جديد تواكب ويتماهى مع يعني لما أنا أروح زرت إذاعة الرياض عدة مرات ما عاد في الاستوديوهات، وسألتهم قالوا ما عاد في ذلك الإنتاج الذي ينبغي. نجي للمسرح برضو نفس الشيء، ما عاد أشوف المسرح. أنا كان جمعية الثقافة والفنون متبني هذا المسرح، أنا ما عاد أشوف مسرحيات الجمعية الثقافة والفنون إلا في إطار يعني فكاهي كوميدي وكذا، مركز على هذا الجانب. أنا طبعا ما أهتم بهذا الجانب بقدر ما أهتم يعني منظومة عمل يعني متكاملة فيها الكوميدي، ولكن يبغى يكون فيها درامي وتراجي كوميدي يعني تكون. فما أعتقد أن في مسرح، لا ولا أعرف في قاعات تعرض مسرحيات الآن. يعني هي الذيب في القريب اللي قالوا يعرضها ناصر القصبي، يعني أنا شو المسرح ما مشى كما ينبغي. اللي التلفزيون ماشي أمور تلفزيون، مثلا العاصوف أنا أعتبره عمل ممتاز صراحة، وثق لفترة وبالذات ناصر القصبي ومجموعته الحقيقة وثق لحقبة معينة وأداء ممتاز بالنسبة للظروف المتاحة الحالية يعني. وبالنسبة للكوادر يعني نحن ما عندنا معاهد، ما عندنا أكاديميات للفن، ما عندنا أكاديمية للمسرح ولا معاهد للتمثيل. يعني كل هذه جهود شخصية أخذها بعضهم من بعض. ومع ذلك العصوف يتابع الآن طاش ما طاش، يعني أنا أعتبرها أعمال ممتازة. في أعمال قديمة طبعا، لكن كل ما يذكرونها الجمهور أعمال جيدة ممتازة، يعني الفنان محمد علي إبراهيم محمد العلي وكذا. لكن لا زال الفن إلى الآن لم يشرعن، لا بد من شرعنة الفن ويوجه التوجيه السليم ويقنن وتضخ إمكانيات مالية عن طريق الآن الترفيه ما شاء الله، يعني يشكرون على جهود ومعطاهم. يجب أن يهتم فيه ويشرعن ويأخذ قالبه الرسمي، ما تكون جهود شخصية فقط، ويصير فيه وظائف. لأنه كثير من الفنانين السابقين اللي في جيلنا الآن بدون دخل وبدون كذا، يعني أنت لا تستقطب الكوادر الممتازة إذا ما أنت عندك إغراء له.
رغم انه في قرارات يعني وفي هيئات جديده للفن، صحيح انه في وزاره الثقافه يعني تعمل الان على هي تعمل وحددت مناشط مختلفة تماما للمسرح والتمثيل والفن التشكيلي والى اخره، يعني اشياء وعن الادب وعن الاندية الادبية وعن يعني، لكن توها جديدة هي. نتمنى انه هذه الوزارة مع الهيئة الترفيه ومع وزارة الموارد البشرية انه يعني تعقد ورش عمل لشرعنة العمل الناعم، لانه يستطيع ان ينشر كبير العالم العربي. الاعلام عندنا ما قدم المملكه كما ينبغي، يعني كقوه ناعمه، اي كقوه ناعمه، وما لدينا يعني لا يعلمونه الاخرين، يعني نحن متقدمين في مراحل، واثبتنا وجودنا في الاداره، في الصناعه، في الانتاج، في 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 في, في, في الشؤون الاجتماعيه، اثبتنا نجاحنا في المبادرات وفي الرؤيه، يعني لا مفترض انه ينقل. انت اثرت نقطه الان ذكرتها اللي هي الفنانين، حالتهم الماديه صعبه، تقصد انه إيه لا ما في وظيفه رسميه، كيف يعني تغري شاب انه ينخرط في هذا المجال وهو ما عنده وظيفه رسميه يستطيع انه يعيش منها هو اولاده؟ هو بيخليك يعني بارت تايم، بيروح يبحث عن وظيفه في وزاره معينه او في قطاع خاص، ولكن بيجي يشارك معك اذا شاف ان الاوضاع عادي العمل، هذا ما يصير، لابد ان يشرعن ويؤسس مؤسسه وشرعنه العمل الابداعي. والفنانين الكبار تقصد اشرت لهم اللي هم واجهوا ظروف معينه؟ اي واجهوا، انا طبعا ما احب اذكر اسماء يعني لا احرج احد، لكن لا بدون ما نذكر اسماء، لكن في اسماء انت لما تصف اليوم الوضع الفني او الفنانين في السعوديه. إيه فيه ناس مرضوا وتعبوا وتوفوا من آلامهم، اللي مات عمره 50 يعني نعرفهم، بس ما نبغى نذكر أسمائهم، واللي مات في الستينات، واللي مات يعني في أعمار صغيرة من الهموم ومن الآلام ومن الظروف المادية، يعني وفيه ناس إلى الآن عايشين كبار وكذا، لكن ظروفهم المادية يعني سيئة صراحة. يعني إذا أريد لهذا العمل الإبداعي القوة الناعمة أن تعمل، يعني بالذات الفنانين والمبدعين لا بد من دعمهم ووضع مستقبل مشرق لهم، علشان يعني فيه ناس، أنا يعني ما أحب أذكر أسماء، لكن أعرف ناس فقراء ما عندهم بيوت، ما عندها راتب شهري كفنانين. أي هل الفن لا يؤدي إلى حياة كريمة مثلا؟ يعني ما تقدر تعمم، لأنه في بعض الفنانين عندنا أثبتوا من خلال طبعا نجاحهم، بس بشكل عام أنا أتحدث يعني بشكل عام لا، الوضع ما هو جيد نهائيا، لكن فيه اكسبشنال، يعني خلنا أقول لك مثلا ناصر القصبي نجح في طاش ما طاش، وأنا متأكد أنه يعني هو ترك العمل وذا لأنه نجح وحقق نجاحات في العصوف في طاش ما طاش، لكن هل كل الظروف وهل كل فنان يعني تهيئ للظروف وبمكانة وقدرة ناصر القصبي؟ يعني يجب أن ننظر إلى الفن هو درجات، فيه ناس يستطيع أنه يجيب إعلانات، في استطاع أنه يعني يحقق ما يريد وله شعبية وجماهيرية تجعله يفرض، لكن في ناس إمكانياتهم محدودة ولا يضمنون، يعني هذا رقم أو رقمين أو ثلاثة ما تعبر عن الوضع. عدت مؤخرا أبو محمد لبعض الأعمال الإذاعية، نعم، لكن عدت باسم عبد المحسن محمد هنا، يعني هذه العودة يعني سببها عودتك للإذاعة وتقديم الأعمال؟ والله هل العودة يعني أنه أنت تحن لازلت تحن للتمثيل؟ بلا شك، عندما أنت تعيش فترة من أجمل أيام عمرك أمام الكاميرا أو أمام الميكروفون ومعك وفي عمل أمامك، مثل أنا جسدت الملك عبد العزيز مثلا أو عبد الرحمن الناصر أو مثلا مع ثمن التضحية، يجد الواحد نفسه يفضفض بطريقة آلية لا يشعر بها عندما يقدم، لأن هذه موهبة تعتمد في داخل الإنسان، ما تستطيع أنك يعني ممكن تكتمها، ممكن لدرجة بعض الأحيان أنا ممكن أدي قصيدة وأنا وأنت بكرامة في دورة المياه،
أو أنا لحالي في البيت ألقي قصي خلاص. هذا شيء لازم تتذكر أحيانا مشاهد إيه؟ لما الحركة في المسرع وكذا. وبعد يعني خلاص هذه موهبة اللي ما هو عنده ما يشعر فيها، لكنها متعة كبيرة جدا، لذلك تجعل كثيرا من الناس يستمر إلى نهاية العمر حتى مع الفقر وما كذا، يستمر إلى آخر أيامه. هي بس غيرت يعني، عدت باسم عبد المحسن محمد. اي بس هذه مرة واحدة وخلاص، مرة واحدة بعدها ما كررت. لا مرة واحدة فقط. وكان هذا العمل عن ايش اللي قدمته؟ كان هذا حامد دمنهوري، عنوان ثمن التضحية، شخصية راح درس القاهرة في الخمسينات وأحب واحدة مصرية، ولكن ظروف أهله مثل ظروفه قالوا ولا ما تتزوج، فتزوج بنت عمه. وبعدين يعني كمل الرواية أنه ثمن التضحية نعاش يعني بنوع معين وكذا، ونفذ رغبتها له وتزوج يعني. فهي ثمن التضحية يعني نوع من الآلام اللي يعانيها الإنسان، أنه ضحيت في يعني. أنت وين تضحيتك لو قلنا على الصعيد الشخصي تضحيت؟ والله لا شك أنه أنا يعني تركت أشياء مهمة جدا كنت أحبها يعني، ما في شك أن المسرح لما أنت تنطلق أمام الجماهير وتؤدي دور وتلقي شعر والله وهبك وأحببت هذا الشيء يعني، ما في شك أنه ولما أنت تتواصل مع الناس وتكون مؤثر يعني زي شيء من الخوف مثلا يعني، من يقدر يسوي لعبد الرحمن الشرقاوي شيء من الخوف، محمود مرسي مثلا في أعمال بس تكون جادة يعني. فلا شك أني أنا افتقدت أشياء أنا أشعر بألم يعني أني أنا تركتها، لكن الواحد يوازن بين السلبيات والإيجابيات يعني. يمكن لو كنت في بلد غير السعودية في تلك المرحلة يمكن ما أغير شيء، لكن أنا قارنت بين السلبيات وبين الإيجابيات. ورضا الوالدين مهم جدا يعني، وتعرف احنا لازلنا مجتمع حديث عهد يعني بمدنية يعني، ما يعني وحدة المملكة عام 51 وكلام هذا 1300 وفي التسعينات يعني، ما راحوا الأربعين يعني، منا مثل مصر أو مثل سوريا وكذا. فأنا أرضيت الأهل وأرضيتهم وأرضيت المسؤولين وأرضيتهم، طبعا على حساب أشياء في داخلي يعني. أنا بعض ساعات لما قلت الحال أقول ليش يا أخي ما سويت اللي أنا أبغى، لكن العقل بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى أنه يعقل الأمور، ما يكون عاطفي، ما تكون إيموشنال، تكون راشنال. فأنا قستها والحمد لله يعني أعتبر الأمور نجاح يعني في العمل الإداري. عوضك بالتأكيد عن جانب الأسرة أبو محمد لو سألتك عنه. والله الأسرة أنا أحب أسرتي ودائما معاهم يعني، أم محمد أختي عبير ومحمد ما شاء الله الآن في معقد الماجستير ويعمل في الأحوال المدنية وزارة الداخلية، وراء كان يعمل في ضابط في الأنتربول. نورة ماجستير من جامعة سعود وتعمل في جامعة سعود. عبد العزيز بينهي الآن الكيميكال إنجينيرينج الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد البترول معادن، ولينا وسعود الحمد لله كلهم ناجحين وتفوقين وصالحين الحمد لله، باري بالهم والله يوفقهم يعني، ساهم رجالهم ونساءهم يعني، والحمد لله أنا راضي عنهم كل الرضا. وكذلك جواهر، أنا عندي زوجتين يعني جواهر يعني، كلهم لهم الفضل في أنهم يجعلون حياة الإنسان هادية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني. فالحمد لله يعني الواحد ما يدري وش الخير يعني. الله يخليك لهم ويخليهم لك أبو محمد، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء اليوم. شكرا. أي إضافة تحب تضيفها دكتور؟ تحب تعلق على شيء؟ والله أنا الحقيقة أنا معجب فيك جدا والله، لأنه أنت محاور جيد. يمكن هذا أول حوار خجلتنا اليوم، أول حوار أجد أني أنا عدت إلى الحارة وعدت إلى المراهقة وعدت إلى حياة الشباب في خلال ساعة يعني. هذا إنجاز وإبداع في أنك وتجيب أشياء يعني مختلفة، هذه يبي لها
كتب يعني وكل مجال واسع ومشوف مررنا بأسماء قد إيش يعني. أنا أحب أودعك بقصيدة أثرنا شجونك اليوم. بدي أودعك بقصيدة لابن زريق البغدادي إذا تشوفناها. أكيد بكل تأكيد يعني إحنا أسعدنا في هذا الحوار ونشكرك جزيل الشكر. الله يسلمك. يقول ابن زريق عندما أدركت المنية طبعا وكان نادما على فراق حبيبته: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا لكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما حل من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، ولكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكتم الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكني أرقعه رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، كذا كمن لا يسوس الملك يخلعه، إني أقطع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه، يا منزل العيش يا منزل العيش الذي درست آثاره وعافت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، اعتضت من وجه خلي من بعد فرقته كأسا أجرع منها ما أجرعه، ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني به ولا أن بي الأيام تفجعه، حتى جرى الدهر فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، لا أصبرن لدهر لا يمتعني به على حال ولا أن بي الأيام تجمعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. الله تسلم. شكرا لك دكتور عبد المحسن رشود. حنا اليوم نودعك لكن على أمل نلتقيك مرة أخرى إن شاء الله. أنا أشكر قناة روتانا والقائمين عليها وأشكركم تحديدا وأشكر الأخوة المصورين ما أعرف أسمائهم، لهم مني كل إذا تبي تسميهم لهم كل الشكر وكل التقدير، وروتانا من القنوات الرائدة وأنا أتابعها يعلم الله في برامجها المختلفة بالذات في الراحل في ويلك، لأن هذا البرنامج وثائقي، هو برنامج قوم برنامج وطني، لأنه يخلد الكثير من اللي عملوا عاد على كل على مستواه، لكن أهم شيء يوثق لناس مروا يعني في الحياة وخاضوا في تراب هذه الأرض وتحت سمائها وتحت قيادتها، فلكم مني جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك.